السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو لحضرتك تشوف المقطع كامل جاي الفيديو على القناة، تشتركوا في القناة نصب بالله، تمويل مشترك واضغط لايك يا نصب بالله، أكبر عنا لايكات ولا غير الفيديو. معنا مشهد بكذب تاريخ مجفف على التيشيرت، عامل زي التيشيرت دي نطيطة لعمها في الياه بيتنطط بيتنطط كبيرة جدا. دي تلج تلج تكون في التلاجة في الفريزر بيشيلوا. دي برضو طباخين بيشيلوا بتاع. دي رسمة تنين معمولة على سير القمامة عادية. واو عامل ازاي؟ ركبها. دي حاجة بتطلع لفوق بتنزل فوق في السقف بتنزل فوق. واو دي بيتحكم فيها عن طريق الهاتف اللي واحد بتاع الكهرباء، يعني الواحد بس عايز يفصل الكهرباء يفصلها من التليفون. واو باقي بس عايز يفصل اي كهرباء ياخد التليفون حتى اللي هو مثلا برا البيت يفصل الكهرباء على طول. دي بتعمل زي الستارة الكهربائية بيتحط في الشباك. واو بص تطلع فوق ازاي؟ تحطها على فوق. بتحكم كان حكم التليفون برضه. دي حباية خوخاية خوخ عامل ازاي؟ واحد برضه عايز واحد. دي اسمه ايه؟ دي رسمها مش حقيقي طبعا، مش حقيقي. دي مرسومة. واو دي عامل سريعة لو بتشيل حاجات بيشيل يحط بيشيل يحط، ايد بتشيل وايد بحط على طول، ايد بتشيل وايد بتحط. دي بيكب مية على السفنج، السفنج بيشرب المية على طول، عشان دي بنت اللي ده دي بيشرب دي بيشرب على طول. يعني هو مش هنزل ولا حباية مية من الشهر قدين، لا كم شارع دي لازم تبقى. ده كم واحدة دي بيشيل الحاجة بتاعت اللي اسمه عملاء البناء، مثلا بيعملوا الحاجة مثلا بايظة في الطريق بنحطه بتاع ده عشان القبعات ديت، بعد كده بعد ما يصلحوا الطريق بقى هما شايلينها. هو ممكن تشتغل بطريقة آلية يعني مش حد بيشيلها بإيديه. دي بينحت على الاسم البتاع. دي بيحط علب جل بنحط فيها مادة بيضة. بص دي كانت صغيرة دي كبيرة، يعني فيها حجاب في حجم كبير وحجم صغير. دي شلال بين مصعد ومصعد، دي بين شلال بين مصعد ومصعد. واو عامل ازاي؟ مرة رابعة دي شلال برضو بس شلال ايه بنت الكلام هو ناس كلام اللغة الصينية، خلي واحد مش عارف اللغة الصينية. واو تنزل ازاي؟ دي نظام زي كهف، كهف اسمه ايه عامل زي نظام ورد بس هو ورد. عامل ازاي؟ منطقة سياحية وكده، أو ممكن تلاقي معمول أو معمول اسمه ايه؟ خلق الله. دي اسمه ايه؟ كلمات صينية بشكل بتاع دي بتاعت الآيس كريم. دي لقيت اسمه ايه؟ بلاستيك. عامل ازاي؟ لسه بقى المصانع بحط فيه ده دول سيب. دي بيقول لنا ان احنا لنا ايه؟ اسمه رتبته بقى رتبت ده كله. بص انت عايز تشتري حاجة كله. دي بغلف الصحون بغلفها. وبص عم بنغلف فيها ازاي؟ واحد بقى راح واخدة هشوف هغلفه قد ايه؟ دي تلاتة مليون صح. دي اسمه بوهية. دي مثلا حد هيك كبير في الوقت عامل ازاي؟ يرش مادة ملمعة للخشب واحد يكون عامل ازاي؟ مرة حلو. دي بربز باب ببربزه. بص دي فاضية حط بتاع شكلها عامل ازاي؟ شكله مرة روعة وجميل مرة روعة. دي بتاعت الطعام. دي اسمه ايه؟ بتحطها حتى في المعمول، يعني مش استخدام آلي، مش استخدام إنساني، استخدام آلي. يعني مثلا بدل واحد لا دي آلي على